السلام عليكم، ما اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. من بعد الانتظار الساحق اللي حقه المنتخب المغربي في نهائي كأس افريقيا ضد مصر، احتفلوا اللاعبين ديال المنتخب الاولمبي، وعجبني الحال ان اللاعب الصباري لبس التوني ديال عبد الحق النوري، الله يشافيه يا ربي. يعني هذه هي الروح ديال الوطنية، وهذا هي الحب ديال الفريق، وهذه هي الحب ديال الاخ. يعني رغم انهم ربحوا في عز الفرحة ديالهم، ما نسوش الاخ ديالهم اللي هو عبد الحق النوري، الله يشافيه يا ربي. والف مبروك للاطار واللاعبين والمغاربة ولسيدنا، وراه ما كان غير الله الوطن الملك. دعواتكم اخواني لعبد الحق النوري بالشفاء العاجل ولجميع أمراض عفوا جميع مرضى المسلمين. يلا تبارك الله عليكم، مع السلامة.